وين قرح بدن وجيو فرح لي كم مقطو أي حال كان يكمل كل قارئ ما هذا بيوسف ناتي إلهي نصر تجري عاوة إنه هو فرح سن إنه هو من سن إنه هو حلقة إنه نقطة بعد نو وحول بو أجل من دكتور تاني عاوة هميك أجل من دكتور إمام حفلة روح تاني أجل من سنايت حفلة الشخصيات فرح بدن يا كسر شقي أيوة الريان بدون ياشي حفيز كان نجم كلام صهاي وهذا كان فيديو مرجع جاني يدو هؤلاء ذا اسمه مالان وهؤلاء كلية بمشد صارت عاون هل كنا حين ورقنا على دور كي جاني دي الصومالية الموجودين بقى سياسيين في مجال ذا كان عصت ذي هؤلاء كي لم يرد يبرن ولا ودتيه وأنا أقول لك أنا 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 أقول ويقول لك أنها تقول 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 أنها إن تاريخ لدينا الوقت كان يوسفين هنا قالوا واجع لنا مركز مغشان قلوا مدو محل حسو السلطان تتقاب عبد الله عيسى السمودي قاد روحي ورانيا سياد بحر قاد روحي ورانيا عبد القاس قاد روحي ورانيا حسن الشيخ قاد روحي ورانيا قرقوني وإنعي عاو وحي نورانا داهلي وأيوب وحنوم علينا يا حفيز كان في نوم يقولون فضيع يركب يحكر عاون شاس وينوق قبل كرا وباهيرا ينوق قبل دبور كرا وحنوم علينا يا توا رودي من وانا واستينا يبي يكسر لنا وحي وحنا إذا كنا تبقى بالبدكن كلمة أتوحي لك ما قيل يجب أن كسب أنا إذا ما استنا وحي أرومارا يجب أن يسوع قتالك جالية نور أمريكا وكولومبوس وحوي ما أحب الوضع ورنا يوقف لنا إلى سكنا لوص سنة أو صدح سنة أو آخر سنة هذه كبعدي وحنو ملانا يعني جالية الحصاد تمدود وحرم الله ما أريك لي إن أكسوك بهذا الكيغة من الكوبات ولا يلقل مدوك sida la sheegay waxay ka kooban tahay Soomaali oo dhan waxayna matashaa Soomaali oo dhan marka sidaan leeyahay isteedida Soomaali oo dhan oo hadda ka jira oo federalistka dadka galmudug ku abtirsada ama u dhashay ama ku dhashay kulli waa degayeen siyaas darteed waxa la yiraahdaa galmudug waa aabaha federaalka Soomaaliyeed weey waxa hooyada federaalka qaadatay in Puntland marka di hooyo jirto abal waa loo baahan Soomaa ee dirtay walaal galmudug qof kasta oo Soomaaliyeed matalaad uu ku leeyahay magacab uu ku leeyahay soo dhaweynteeda iyo xafladeeda iyo wada jirkeedana qayb weyn buu ku leeyahay waxaan rabaa in halkaas uu gudbo soo dhaweynti runtii waxaan rabaa inuu gabagabeeyo maalmahan magaalada waxa ka jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal leh oo tartan ugu jira kuraas magaalada Columbus ee maareeyta looga tartamayo Soomaalida dhan waxaan rabaa inaan ilaahdo dhalinyaradaas loo codeeyo ana la taageero waa mustaqbalka dhalinyarada gobolkan iyo waddankan ka soo baxay sidii taageero u yihiin aad iyo aadna waan kaga mahadcelinayaa mar kale xafladiin sida sharafta lagu soo qayb gasheen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calankayga ayaa sitaa ما شاء الله مركب وحلو باهي هاي
وحان لو باهن يهي قل مدوك دادك الدقن إني قعدت إسقب صدان إيس وضر راعان تاز محادك قبتي دادك قل مدوك كاي ماضي إني قعدت إسقب صدان قبيالد إلا تورو والله شقي ودنك هرمر كيسة دادك هرمر كودا دالين يرادا إن لغو أبورو ودن جعال إن لغو فانو أنت قبيل لغو فان اللاين لغو فانو قل مدوك بان كاي ماضي قل مدوك شعب كودي وقعت إسقب صدان أو وناك ستو أو درس كودي وناك لو ذاقو أنا أقول لك أن أنا
محل هذا فرحة كعيا مفرحة بس هذا الروي هنا وقت السنة سعيدنا بسويتين مينو أنت كذب ما قاعدو وعبد الرساق ديني بس أكون ما قاعد عبد الملك وهنا هاي مرشح وتاجن حلقة في دقمة السدحات قبل كانوا هاي ولا ريال صادق سنتين election key is fast approaching دور شنو بنقول سؤاله ده هاي هدول اللي هي رادو حب لبنان سا بيشن عن كل جرنو كوي اللي باكن كده بيش اللي باك كوي اللي باكن كده حب لبنان هي early vote registration كا وحكا هاي ما لها less than 2 weeks لا تك مش شيء وقت هاي مركب فضل قف ولا دكان دكمل سد هذا قبل كانوا هاي أو أبكر نيسان أما هل كان جوجا عاو وحكا حسنا هنا إنه جدوان قليل هدي أنا جدوان قليل تنمعوا إنكريسي So anyone who is here who lives in District 3 or anyone who knows someone who lives in District 3 فلن وحكا عوصانينا إلا تقفك دوان قلسان أما عايز دوان قلسان سي أروع علينا دور شو صوص عطيه بلابان دور كوي لواتك بشن فوري هذا لو حاجينا معناها إن كومين توكسون لابان يقول لي هاي محال لقى تجتمع يا كرسي يوقف صومالي يوقف فردية يوقف إندوسمنت ما لقى بدين كرا مركز سؤالات هرب حقينا حق تطب إنت كرات كيا هرتكو إن أنا إن بشان إن سوء شيء جوا إن اللي بانكو إن كرسي يوقف خوف كوف فردية صومالي كليم ورا عينا وحورا عينا إن كوي إن بعهد أن أنا عودورا مركز هوري هذا كويني كبعد أنا واقع إن كعود إن واجب نسارن وي أو المطقة كرسي كسو النقفنا متل كرا وبعهد اللي تقوله كرا marka qofka Soomaaliga oo inuu jiraada een macnaa Soomaalnimada muqaalka kaliya ma aha waxa weeye een baahida ilmuhu qabaan baahida hooyoon qabaan dhibaatooyinka duufaanada adduunka socda qofkaan mana la wadaagaya mise mana la wadaagaya mise markii loo baahdase macnaha ma yahay qof u dhagan ugu loomintu shaqo soo saar oo maanaaya qaso qof dhahaaya ana madax adag oo aniga macnaa wax leema sheego een hadaba waxa raantay faa'iisto haduu igaarku madax adag yahay anaga ka madax adag annaga ka muruq weyn annaga ka tiro badan war annaga la kaba kirnaga tirada ka badan yaa ka tan gaarsay gaarka een waxa rabaa inaan sheego soo eeneen een waxa rabaa inaan ka cadeeyo igaarka intuu ku fadhiyo kursigaas hal single bill hal bill oo dadka degan mujtamaaca degan ku een ku nool ee district 3 anfacay mu gudbinta waa hal bill haduu cadaan yahay haduu madow yahay haduu maskaan yahay hal dadka inta degan waa isku baahi hal bill oo anfacay mu soo gudbinin taas oo gaada een waxaan kala rabaa waxa dadii waxa kala rabaa inaan sheego oo soo een waxa jirtay een survey la soo biyo oo qoloyinkan een dadka ee daba galgala soo biyeen qof soo doortay een survey waxa ku soo cadeeyeen boqolkiiba 85 dadka xaafadan degan iska dhaafayna magaciisa yaqaana xitaa wajigiisa ma yaqaana qof kursi ku fadhiya marka xiyaaray dadka nuu caaso kale ayaa dagaalamayna waxaan rabaa inaan ka cadeeyo walaalayaalow hadda ogtiin hadii nuu geenba ilmihiina dagaal bareer ah oo cad baa lagu soo qaada oo gees kasta leh waxaa loo soo dhex marayaa dad muuqaalka nooga eg laakiin shuqul anagu lahayn magacan la wadaaga hadaba taas oo gaada meel ku qorta laakiin dowlad waxaa hadda ka jirta galmudug dadka reer galmudug oo dhan ay isku waafaqsan yihiin ma arkaysid qof reer galmuduga oo ku dhahaya madaxweyne qoor madaxweyne nooma ah markay sid qof ku dhahaya Cali Ciid madaxweyne ku xigeenku madaxweyne ku xigeen iima aha taas aan waxaan aaminsanahay maadaama aan galmudug night ka hadlayno inay tahay wax loo dabaal dego 30 sano ka bacdi in ay galmudug ay haysato maamul dadka galmudug oo dhan ay ku mideysan yihiin taas waa mid ciyaartii hadda u dambeysay gobollada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay muujisay sida ay galmudug u mudaysan yihiin oo ay markay timaado magaca galmudug in la difaaco ay ugu mideysan yihiin waxaa tusinaysa oo caddayn weyn u ah ciyaartii finalka ahayd oo stadium Muqdisho ay reer galmudug taageerayaasheedu ay ruuxeen dadkii midnimo ku tooxteen qorihii nabadiyo kartoorka wacna guulu ku galladay
قولي نبدي يوم الصورك وانا قولو كوكل هذي كيجي حرني موقار كالهارا كيجي كوشي يوك وعاك أهار يا ذاكار كرا كيجي حرني موقار كالهارا كيجي كوشي يوك وعاك ما هذا عليه دمان خوف كستو هل كان شو إنت مكان دور كيو كلها مشان إلا سوكر وهاوكتين إن أنا هول سالنهين وهاوكتين إن أنا هل خوف كجوين وهاوكتين لبعض هذا لقى مرة أمد والبا مسير كود حفيز هو قنديعه إنت أسكت تيم كي جلسوا شخي وما تهر كان أسوأ ذكر سيني وما قعد يمال كود يمسكح ذا بكون بهي وحليها وايدين شقسي كسر ده هذا وجد أنا عاو مرة بعد يمرسد هذا شكي وقت واسكت لي يعني أديك واحد في عقبتي عدد كسمتها مس معناه وحول جاي يعني إن هذا حبقة وأنا على قصو هذا شاكيرة ذيك عش شاكيرة يا ذكر نبى بويد لها بويد مركو وحولي بتدرول وحكوا له بويد أنا يو شقيه نكيو كشكي مركا حوغا دين نو كلها بويد دغالو و خو قرانيو ني وي باتاي دد كلا ما قيامه حوغا غيرا لوغو لا اسكا كين نكي قورال كارك و خو داهي و خو جوا حق ورا اسغ لوغو خو قري وانا تونتي ولا نغا تاه مركا سيديدبا تون كورتا واخ فيعان ماان ان شكلاسنا واخ كلا عاوا بيرسونال ما واخ كلا كي ما شيكينن adiga wax fiican qabtay oo community u shaqeynayo dadka ay ku dhaxjiro ani aad habeenkii badanaa habeenkii shaqeeyaa en maymada markaa anoo habeenkii shaqeynayo aad samta maalintii community ga en isku xilimaniin badanaa wadankii iyo meesha ku noolna maanta so intaas qof isku darsaday hol yar inuu hayo macna ma aha sooma aan ugu sabirtaa hadii aan wax tar aan leenahay oo aan quwad aan leenahay مسؤولية بنا صار، مسؤولية ده سواء إن أنا أهيل إنه وطن كان كنبي، أنا كنت أحب هذا قادرنا ما أهيل كرنه، لكن سبت أهيل كرنه، وحوي فامل كستا، أما قف كستا أو مسؤول أو رير له، أما صاحب له، إن وقف كستا كبر رجيو، إن وإزدوان قلي يسي وعد أقدر يبت دور شوي كوطن كان كدعه، سببها يفائدة لذا وحوي. أما هر مركة يكون جارن كوميونيتي ده كله ودن كستا وحاوه اللي يه دياس بريدس ود وحان عادو عن عادو بالعرب بالنا ودن كستا عادو حكيم إن مال أقوم ارتقى ورتيلا قد بالتجاهي المانتي مال التاريخي بيوهاي وحي تصالة كنكتان وشاليد الصومالي ده شاليد الصومالي ده وحي أبا أنت إن إيش بهاي ستو أو مركز نقطة عضي أي دنت هذا كيف كران مستقبل كذا كيف كران and وانو جاي and وده كانوا حلوين لا بحس بي أنا هو شخصيا ما بلكان بعد مركز مراد دقو هوشوا هوليتا لما تاسع سلف هن لكن وحا مهمة إن وقف كستا ودوان قلي عرك كستا صاحب كستا وكبر رجيو عن قيب عن كنا قلنا سياسة لها وده كان كدعة أما هن قدسو هير ستيت أما مجاله أما الدقمو أما حافظير
waxaa la diiday qof hebel meeshaas buu ku dhashay oo qof walba meesha ku dhashay ta laga kaxeeyey baa waxaa la yidhi wuxuu u dhashay beel heble iyo gobol hebel buu u dhashay dadka marka galmudug u dhashay ma ahan intaa halkaa keliya joogta intaa hadda la tirinayo laga bilaabo ceelbuur ilaa wardheer gallaadi ilaa beledweyne intaa dadka galmudug waxaa degan laga bilaabo haddana hobyo laga soo bilaabo ilaa xeebta kismaayo lagu tagayna dad galmudug u abtirsadaa degan laga bilaabo bohol garas oo u dhaxaysa luuq iyo baydhabo halkaas laga bilaabo ilaa gariley meesha la yidhaahdo diif oo xuduudka kenya iyo soomaaliya ah ilaa iyo halkaas iyo kismaayo markii la tago intaana dadka galmudug ahaa degan manaha markii yaa u dhashay galmudug la yidhaahdo dadkaas baanu wakiil ka nahay haddii alla idmana waxaan rabnaa inaan xooggooda xoolahooda xigmadooda inaan intaas midayno annagu ilaahayna kaashanayna dadka ka yimid oo firfircoona la shaqaysanayna amin la shaqaynayna intaa haddii ay isku darro oo intaas isu tagto oo midowdana haddii soomaaliya inteeda kale waaba iska meelo yaryar baa soo haraya xataa goboladan bay iyo bakool iyo koonfur galbeed xataa iyo kujubooyinkaana ka mid yihiin oo waa daris beebinala yihiin oo haddii dad hadda dhib badan oo ka mid ah kuwa dowladaha diido oo mar walba soomaalida qarannimadeeda la gooyana ka mid ma ahan oo waa dad soomaaliya oo lala dhaqmi karayo marka dadkaas baanu rabnaa inaanu midayno xooggooda maxaan rabnaa marka xuseen quracbaal muxuu yidhi sanadkii hore ay ugu dambeysay 82 ay ugu dambeysay galgaduud ay ugu dambeysay waa ka warqabaayo qoladan suufiyiinta waxay yidhaahdeen arwaax xeega xaggu jira jimsigiiba inta jooga marka halkaas baan joogaayo dadka unbaan ka mid ahay oo wuxuu waxqabad iyo dhib iyo dheefbaa ka baxalka allah naxariistay yamyam oo ninkii raagaha la hadlahayaa lahaa inkastoo rafiiqnahay haddana aan rug wada joogin raartaan ku kala qaadanaa raaxo iyo riix halkii lagugu riday iyo qabriga waa rumaysnahayaanba waa u soo roorayaa daartii raag madah marka halkaas aan ku kala qaadanaa inkastoo kala fognahay riix iyo raaxaba halkaas aan ku kala qaadanaa annagu marka haddii aan soo qaxnay oo naf aan jaanis u helnay inaan nafteeda la soo cararo waddamo shaqo iyo nolola nimid hadda qaxootinimadii laga baxay ciyaaladii halka ku dhashay jaamacada ka baxeen aabayaal iyo hooyo noqdeen annagu ganacsato iyo middle class iyo dad nool dhaqaal haysta noqonay waxaa la gaaray waqtigii aanu inta dib u fariisanno aanu oran lahayn dadkii aan ka nimid aanu gelinno wixii aan barannay oo ama qalin iyo buug aan akhrinay ama experience aan helnay xikmadaho adduunkan aan ku aragnay naga nolosha duwan inaanu inta wixii aan hayno xoog iyo xoolo iyo aqoonba isku darro inaan dadkii inta kula noqonno dhibaatada dhagaha ugu badan oo meesha ka yimaada waxa weeye beel hebel iyo beel hebel baasis maanta kuwaa islaynayay maalin walba laba reer baa isdhisha maalin walba hooya ooyeysa maalin walba wiil 20 jiraa dhimanaya oo wuxuu dhintay wax loo dilin inaan aqoonin marka inaanu xooggeenna inaku dib hadda dib u fakarro inaanu dib u noqonno oo dadkaas wixii aanu ku kala celin karo oo ama dhaqaalaha ama aqoona ama sharci ah inaanu samayno weeyo qorshahan ugu muhiimsan oo aanu galmudug hadda boorka uga jafnay iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose, midka dhexe iyo 2 kuwa sare waxaa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyeyaasha mustaqbalka. Ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. Aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursada aan dhammaad lahayn. Hadafkeen halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin.
برنامج دينا روباتيسكو وهل أبو ركد إرادة فصلتا ديقها وحبرشي إدلاد كونسبت وكوو اللوكب عيني يسران اللوكو قاضي أرديدا وحي أرديدو قاضان أيان عشرادة دوكسيغا سارة إيغو دوكسيغا دحي كوو كولج كان إيغو جوغا دوكسيغا سارة I started getting like some credit. Waxaan helay dibaca college ka. Kahor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي نو أهلي دونان مستقبل افتيمايا أو ونأكسن إيو حبرشة تايله إسكول لده هورايزن وحايكا عاوينا يان أرديد الليلة سيدو دسي بلاشا يغو كسو قادة يقريوهو دا كون عالينا يهدي أي كولومبس دقييهين هورايزن معاهد كسينسكي يو حبرشة داي كولومبس